هذه الأشياء. لا أذكر أنني مثلا صيدت طائر، ولا أذكر أنني ضربت مش بسبب بسيط، هو أنني ملي بديت تنقرأ ولا قريت في الكتاب بديت تنحفظ الشعر. وكنت وأنا طفل أرى بأنه لا يليق بمن يحفظ الشعر أن يقتل قطة أو أن يصيد طائرة. من طفولتي وأنا جاي في الطريق هذا الموضوع، وتنفكر بأنه في نهاية المطاف البشرية تمتلك شيء عظيم للسيطرة على العنف، هو الأدب وهو الفن. أقصى عنف تمارس العالم الإنسان هو الموت. لذلك الرحم اللي غادي تولد فيه الدين والفن هو الجواب على هذا السؤال الهائل، علاش أنا تنموت وملي تنموت واش تنتهي فبالتالي الفن والدين غادي تولدوا في رحم واحد. لذلك الدين تكره الفن لأنه تولد معاه من نفس القرار. هي المؤسسة اللي عندنا في الحي تضع تعرف كاسور، كان عندنا الجامع، ما احنا مشينا للجامع لانه ما عندناش مؤسسات اخرى. فاش يقول لك الناس بانه لانه لما تنعطي خيار واحد للبنادم في مجتمع معين، وهذه هي الكارثه. لذلك المحافظه راه تنبنيوها بواحد الادوات هائله. لما عندنا جامع ولينا حياتنا كلها تنقضيوها في الجامع، ولاو البعض تيجيبوا لنا دوك النصوص ديال حسن البنا وكذا كذا الى اخره، وتنمشيو للضيعات اللي جنب وتيبداو يقلبونا على المجتمع وان المجتمع منحرف وكذا الى اخره. وهذا انا من هذيك المجموعه تقريبا خرجت منها لسبب بسيط، هو انني كنت اقرا الادب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.